نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. لنا ولكم يا حاضرون والدينا ووالدكم ومشايخنا ومشايخ أمتنا وأمتكم وأمت المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات كافة عامة. شيء لله لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد يافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك عظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات، وتقضي لنا بها جميع الحاجات، وتطهرنا من جميع السيئات، وترفعنا بها عندك الدرجات، وتبلغنا بالثنايات من جميع الخيرات في الحياة بعد الممات. اللهم أثبنا بمحض فضلك وجودك وكرمك على ما قرأناه من القرآن العظيم، وما هللناه وما سبحناه وما حمدناه وما استغفرناه وما صليناه على نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في هذا المجلس، وما تصدقنا به على حسب الواقع. وأوصل اللهم ذلك الثواب هدية واصلة ورحمة منك نازلة وبركة شاملة نقدمها ونهديها إلى حضرة سيدنا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، ثم إلى أرحم الشهداء والأولياء والعلماء العاملين وعباد الله الصالحين، ثم إلى والدينا ووالديكم ومشايخنا ومشايخ أمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين والمسلمات والمؤمنين من كافة عامة. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم وسم دخلهم وسلهم بالماء والثلج والبرد ونجهم من الذنوب والخطايا من قصف الأبيات من الدنس. اللهم اجعل قبرهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبرهم حفرة من نفر النيران. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم يا محول الأحوال حول حالنا وحال أهل بيتنا وحال أهل قريتنا إلى أحسن الحال بحولك وقوتك يا عزيز يا متعال. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah.